السلام عليكم مشاهدينا الكرام، خاوتي مرحبا بكم تجر في القناة. اليوم عندنا لعبة فورزا هوريزون 5 كما تعودنا على اللعبة. جبت لكم اليوم مشاهدينا سيارة كل جزائريين يعشقونها، مشاهدينا الكرام، وهي كليو فراشة. كليو فراشة معشوقة أي جزائري، سيرتو كيما داك اللي تلقاه عنده كيما هكذا. كليو فراشة هذه تلقاه داير ليها انطلاق ومنها. جبتها لكم شبيبة ما كايناش في السوق، في فورزا ما كايناش. جبت حبة هذه اليوم، راني رايح ندير لكم بها فيديو إن شاء الله. ما تنساوش مهم شير الشبيبة، الاشتراك في القناة وتشغيل الجرس ليصلكم أقوى فيديوهاتنا في قادم الأوقات، واضغط على زر الإعجاب للفيديو إن شاء الله. ما تنساش زر تاع الإعجاب للفيديو. والشبيبة احنا قريب نوصلوا 1000 مشترك، ما باقيش بزاف، باقي نورمالمون 55 هكذا، 55 واحد ولا. اللي ما راش مشترك معنا في القناة يضغط على زر الاشتراك. اليوم راني رايح نسييها، شوفوا الشبيبة، نجربها بدون انطلاق، نجربها بدون تعديلات، ومن بعد نجربها بالتعديلات. فهمتوا الشبيبة؟ مشي نعدل عليها، كي نعدل عليها نزيدها الانطلاق برك، ونشوفوا الصوت كيفاش يتبدل ولا لا. فهمتوا الشبيبة؟ هكذا كما راكم تشوفوا، احنا مقريين في الشونطي هذا، احنا خارجين منه. ليتس جو نشوفوا كيفاش كليو فراشة هذه دايرة. تيستوها كيما هكذا، نسيوها، ومن بعد نمشيو للاخر، نمشيو نريقلوها، نعدلو عليها. باسكو شوف ندورو هنايا، باسكو كنت باغي نطلع للجهة الاخرى. هادي المابا جديدة الشبيبة، ماشي القديمة هاديك تاع مكسيكو، هادي تاع الرالي. هادي المابا تاع الرالي، هادي شغل اللي عندو لي ديالسي كامل، والدجاجة شغل اللي عندو لي ديالسي كامل عندو المابا هادي. اللي عنده فورزا انتيميت هاد المابا عنده، اللي ما عندوش فورزا انتيميت ولا عنده ستوندار ما عندوش المابا هادي، ما تكونش عنده. فهمتوا شبيبة؟ يضر يضر الكليو ارس، يضر الكليو هادي قوة شبيبة. شوف ما فيهاش انطلاق كيما راكم تشوفوا. دوك نعدل ليها على الانطلاق ونشوفوا من بعدها. قوة ما زال ما جربتهاش بالانطلاق، مي بصح دوك نجربها بالانطلاق معاكم نتوما. فهمتوا الشبيبه؟ نشوفوا كيفاش تبان. هذه هي المابا جديده، واليوم داروا تحديث شبيبه، اليوم داروا تحديث. دوك نوريكم زادوا في التحديث، زادوا المود تاع فوتو هذاك. دوك نوريكم زادوا في التحديث، اليوم نديروا فوتو في الشباب بالكليو هذا. هادي هي المابا جديدة، هاولي الطريق تاع المابا جديدة. خاوتي اللي ما عندوش المابا جديدة شوف يشريها ولا متعة، المابا جديدة فيها جرافيك قوة، أقوى جرافيك في المابا، عفوا في فورزا، أقوى جرافيك في فورزا هذه هي في المابا هذه. شو الجبل اللي فيها، شوف قوة شديدة، قوة تزيدو قبل هي تجيب هنا كليو هادي. أصبر شوف هاولي من الداخل، تزيد ليهم هاد الكليو. لا لا من برا خير، باش نشوفو الجبل هذا كيفاه داير منا. ديجا درت لكم فيديو خطرة هنايا في الطريق هادي، نورمالمون فت منا في الطريق هادي. هاولي كاد الرسومات هادي، شوفو دايرينهم في الجبل هذا، كيما راكم تشوفو. مي شوف على بالكم شبيبة، ولات تعجبني كيف صوب الطوموبيل كيما هكذا، ما فيهاش تعديل، كاينش انطلاق، شوف الانطلاق حاجة خفيفة. راه تكراشي الكيما، اسمع الانطلاق الخفيف، اسمع. شفتو هذا هو الانطلاق الخفيف، مي انا نحب هذاك القوي، شغل خصك دير فوضى بيه. دوك نجربوه ونشوفو. هذا هو هذا الانطلاق الدوريجين تاعها. يضرب بسكرة، يضرب هذه هي الصحراء الجزائرية، يضرب بسكرة. لا لا شبيبة، دخلوا الغابة منا. اصبر دخل الغابة. هذيك هي باش تتمتعوا وتشوفوا الجرافيك كيفاه دايرة، باش اللي ما عندوش الماب يشوف كيفاش الماب دايره ولا.
ننصحكم ننصحكم شبيبه اللي عنده فورزا هورايزون 5 ننصحوا يشري المابه هذه ولا قوه قوه راكم راضيين بزاف بزاف شو راكم راضيين في اللعبه في الجيم مي شبيبه دوك شوف دوك داري هنايا اوكي كاري هنا يمشي نعدل عليه كاري هنا نزيدها الانطلاق برك نشوف كيفاش اصبر شوف كاري سيري اضوات يضرب يضرب الكليو يضرب هي اللي عنده الفراشه يكتب لي باللي عندي اللي عنده الفراشه في فورزا 5 يكتب لي باللي عندي فراشه كليو فراشه كيما راكم تشوف اللي عنده يكتب لي باللي عنده اليوم جبت ماتريكي جديد تاع 08 ها شفت كيفاش دوبل كامل هي دوك نعدلوا عليها الشبيبه نروحوا نعدلوا عليها وين وين هنا ندخلوا هنايا نزيدوها نزيدو شوف اول حاجه نزيدها التيربو وثاني حاجه نزيدها الانطلاق لازم لازم ضروري وين نروح وين نروح وين نروح الكراج انجو هنايا لهذا المفتاح ونعاود نزيد نجو هنا ادخل ادخل وديه من بعد وين نروحو نروحو هنايا للموتور توجور نروحو هنايا وراه اللي نزيدو ليها هذا هذا التيربو نزيدها هذا نورمالمون لا اصبر تشوف نزيدوها التيربو لا ما عطاتناش الانطلاق كيما هكذا لا اصبر نشوف هنا نورمالمون او هذا هو كيما هكذا الشبيبة عطاتنا الانطلاق فهمتوا مي بصح انا دوك عاد نزيدها هذيك العفسه هذيك الاضافه مي ما عرف ما على بالك اسمها هذه 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 حتى دي شغل هذه اللي تخرج كيف يقول لك تخرج النغمه تاع الانطلاق قاصحه هذه اصبر شوف ديروا هذه ايه ومن بعد نزيدو نديروا هذا ايوا باش نخرجوا الرنه تاع الانطلاق تكون قاويه سي بون نورمالمون هذا ايه درجه الانطلاق سي بون ايه سي بون كيما راكم تقراو لتحت هذا هو الانطلاق شبيبه دركا نروحو نجربوها دركا نروحو نجربوها شحال جاتنا صرف ورا الصرف جاتنا ميو الاخر لا لا هذيك الكونتور ايه الصرف ورا بطل بطل هادشي ولا كيفاش مي معليش روح روح بغى بطل بغى بالدراهم مي كاين دراهم شحال كانت عندنا 32 مليون في الجيم 39 مليون في الجيم بيان دركا نروحو نجربوها شبيبه نشوفو كيفاش الرنة تولي تعرفت تولي واحد الانطلاق قوي قوي شبيبه اسمع 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 اصبر ندير بوا مور يضرب يضرب الشبيبه اسمع الانطلاق راه راه شنو نسيو افضل ليه حتى الفيتاس ولا يفوت بالخف هذا هو التعديل ليه صح شوف شبيبة الانطلاق فيها قوي قوي لواحد الدرجة ما تتصور ليه كاين اللي ما يحبش الانطلاق بصح الانطلاق فيها قوي شبيبة اسمع اسمع يضرا قوي قوي الانطلاق تاعها قوي على كاع السيارات اللي سكتو هاي شوف اللي عندك كليو فراشة هاي ها اللي عندك كليو فراشة يا الكومونتي اللي تحت اللي عندك اصبر عندنا ستوب هنا ستوب جيت كليو فراشة ونزول حدا هيا عشاق الانطلاق وراكم عشاق الانطلاق هذه هي المابا جديدة اللي عندي الشبيبة اللي محدوش هي المابا جديدة ان شاء الله تكونوا تستمتعوا معنا فيها نبلعها
هم بلعين طريقه باش نعيطوا للبلديه يحلوا الطريق هذه. شو الممنوع تحط طوابل توعك في الشارع؟ يضرب يضرب انت يلا الشديده. صح مو شوف مو الجرافيك هنا يا قاوله قوه قوه شديده. بس خل صل شوف شوف وش شفت شوف برويطه وش حاطين عليها؟ حاطين عليها واحد ست حجرات هكذا ولا ما فهمت زعما علاش شغل زعما هاد البلاد هادي زعما راها زعما عاد تخدم ولا كيف التمثال هذاك زعما لهنايا زعما اللي خصو كاش اي اللي خصو كاش خدام ولا يجي من المدينة هذي الدوار هذي في المدينة الدوار باسكو فيه هناك اربع ديار ولا خمس ديار قهوة يضرا يضرا او اي اقوى سيارة فيها كونتينر اقوى سيارة جامي سيد سيارة فيها كونتينر كيما هذي كاين شو ورا ما فهمتش علاش كيضربوا لي جوج انا ما فهمت كاع كيما هكذا يجري 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 يضرب عندنا ستوب تيجور او حدينا يجري في خليكم بهي شديدة خليكم شوية تسمعوا انطلاق الهارة شوية هارة جاية ها احنا عاود جينا الطريق اللي كنا فيها هاوليك هاوليك بسكر هاوليك هتنبه هتنبه توجور ندورو اضربات منا كنا قبيلة هالطريق قبل التعديلة دركا رحنا في التعديل يا قوة قوة شبيبة قوة قوة وين الشبيبة احنا قريب نلحقو واحد كا شبيبة ربي يحفظكم ربي يحفظكم اللي يشوف الفيديو هذا اللي يشوف الفيديو هذا ربي يحفظ لك ميتك العزيزة اللي يشوف الفيديو هذا يضغط على زر الاشتراك في القناة اشترك في القناة ودير لنا فيديو برك الاخر يدير لنا جمل الفيديو شبيبة يرحم لك الوالدين برك مابقاش بزاف مابقاش بزاف رقم منطق 50 واحد هكذا ما تساوش شبيبة هذا هو ان شاء الله يكون هذا هو الفيديو تاع واحد كا فهمتوا ان شاء الله يكون هذا هو الفيديو تاع واحد كا ربي يحفظكم شبيبة نعرفكم تبغوني نعرفكم نعرفكم اللي تحبوني اللي يشوف الفيديو هذا يكليك على اشتراك في القناة ويدير جامعة هاولي 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 مي خصني عاود نرجع هنايا مي بلاصة شابة هادي باش نبدا نوريكم كيفاش نوريكم اود فوطو وزادو فيه فهمتو نوريكم وزادو في اود فوطو ديك العفسة نتاع ما كانتش كاينة ديك العفسة نتاع تدور الدريجة كيفاش تدورها وتصور ما كانتش كاينة زادوها من هي زادو الجوا تخرجوا برا هاكدو تخرج الجوا داك اللي كان بلا نسق بيه خلي يخرج برا دير به خطوات دير به خطوات كيكون يرقص مع اللقطه تاع ركيس صورها بيها فهمتو شيد تبدل الجو ترده ليل ترده نهار صباح عشيه هكذا شغل تبدل تغير نقولوا مثال جهه الشمس فهمتو الجهه نتاع الشمس تبدلها نقولوا مثال راها منا راها ادروات او تردها اكوش ولا تديها لقدام ولا تديها في الاريا فهمتو شغل تبدلوها كلشي تبدل هذا تحديث جديد داروه اليوم اليوم داروه التحديث مي هذاك الفيديو يتحط لكم غدوة ان شاء الله غدوة في قهوة مي داروه اليوم هذا معناها تتفرج في الفيديو غدوة بمعنى داروه البارح تحديث فهمتو قوة قوة شغل جرافيك ايه تقول راك في بسكرة في بسكرة بسكرة ها قول راك ايه اليوم بسكرة يقول لينا يضرب
عندكم الاخر كما هكذا ولا لا؟ او تشيتو البوت على تقال تبغي ندور على بعد مي دوك ندور نشوفو كيفاش هنايا نروحو عند الشلال ورا الشلال وراح ليا اسمع اسمع الانتي اللي قصدنا ايوا هاوليك الشلال اللي قدام ديرو فوطو كيما هاكا كاين وين دارو ولا لا كاينة دخلة وقيلة من هيه ايوا هاوليك دخلة من هنا يا هكذا شغل الشبيبة راني حبيت نوريكم شغل المود فوطو هذا باش ندير فوطو معاكم نوريكم شغل واش زادو في المود فوطو فهمتو الشبيبة حكمو بلاصة مليحة ونديرو فيها فوطو كيما هكدا هكدا الشبيبة نديرو او شفتو ديجا راني متصور بعفسة كيما هكدا وليك الجوار راه برا فهمتو وليك الشلال وراه وليك الكليو فراشة مي دوك نوريكم زادو في مود فوطو توجور نجو هنايا هادو ما تخربش فيهم هادو نتاع تزيد في الضو وتنقص لا الضو هنايا تزيد لهادي نتاع كي تكون زعما نقول في وسط الطريق ولا دير الضباب هذاك في الطريق منا هادو ما تخربوش فيهم خليهم كاع كيما راهم هاوليك هنا تبدل الجو كيما راكم تشوفوا اصغل شفتوا الجو كيفاش يتبدل شبيبه شفتوا الجو كيفاش هاوليك هكذا الجو يتبدل مي نعاودو نرجعو الجو كيفاش كيفا كان ولا نزيدو نبدلو نزيدو نغيرو فيه كيما هكذا نرجعو حتى التالي اصبر تشوف باسكو كنت نشوف عفسة ايوا هكذا رجعنا من الاول هاوليك شبيبة شو كيفا ولا تقدر تزيد تعدل منها هاوليك اصبر شوف باش نقبضو ما محتاج الجوار اللي راه الاخر باش تا هو نحكمو معانا باش يبدا يبان باش من بعد كي نبغي نبدلو البوزيسيون باش تشوفوه كيف يبان فهمتو مي هادو المهم تغيرو فيه الاجواء شبيبة ودوك نزيدو نهبطو لتحت نشوفو هنايا هنايا واش هنا طفي الضو وتشعلو كيما راكم تشوفو طفي هنا الضو وتشعلو وهنا هنا تدور الدريجة دقيقة تشوف نمشيو مشيت الدريجة هاوليك كيما راكم تشوفو هاوليك هنايا دور الدريجة او ما بيناهاش مليح هكدا هاوليك تاع الدريجة او لا الجوار هنا ارجع هاوليك الدريجة شفتو الشبيبة هنايا راها ديريكت مسرحة هنا دورناها اكوش عندنا من هنايا درك ادروات هنا نعاود نرجعوها ديريكت كيما كانت زيد هنايا نتاع الجوار يروح يعاود يرجع هنايا تبدل البوزيسيون تاع الجوار تحطها في اي بلاصه شوف راه مشى من هيه زيد يمشي لكاع الجهه اللي من هيه يعاود يمشي لقدام يعاود يمشي منا لقدام يعاود يركب فهمتوا تعاود تخرجوا هكذا تدوروا كامل على الطنوبيل هاوليك منا دروك راه هنايا هاوليك وراه دقيقه هاوليك وراه شفتو اصبر شوف من بعدو كيما هكذا باش يقعد يبان لينا الجوار هكذا وهكذا وهنايا انفصلينا من مي هكذا نعاودو نرجعوه لبلاصتا نعاودو نقربو شوية المود فوتو نقربو الفوتو هكذا ونرجعوه هنا وهنايا تبدل له هنا دير له رقصه كيما هكذا تحركات لقطات فهمتوا شبيبه المهم هكذا لقطات على حسب الفوتو على حسب الجهه اللي كبغي تصور فيها فهمتوا شبيبه كيما نقولوا كيما هكذا هاد الواجهه مليحه مليحه كيما هكذا فهمتوا ولا هكذا هذه ولا هذه دوك شغل راه جاي انفصل الكاميرا كيما هكذا ولا من بعد تخرج كيما هكذا
تخرج هكذا تبدل له البلاصه، تبدل البلاصه البوزيسيون تاع الكاميرا هكذا ولا هكذا، فهمتوا؟ مي نزيدو نهبطو لتحت، هادي تاع واش، اي هادي ما على باليش واش، زيد هادي واقعي لتحسين تاع الجوده تاع الاخر، هنايا اوف وهنايا اون، هنا شغل تزومي لعندو، تزومي الوسط تاع الفوتو، في وسط الفوتو، وهنا ترجعها كي ديرها اوف تبين لك كامل الاخر، فهمتوا شبيبه؟ هذا هو المود فوتو شبيبه. وهكذا اللي ما يعرفش نيطوي الطوموبيل، دوك نوريكم كيفاش نيطوي الطوموبيل. هنايا تجي هنايا تنيطوي الطوموبيل في الار هذه، شفتوا الشبيبه الطوموبيل كي تنيطويات؟ اروح تندير معكم فوتو نستغلوها حنايا، هاد الفوتو هنا نجو كيما هكذا، نتصورو بالكليو فراشة شبيبة هكذا. سي بور اللي درت فوتو بالت اف ا، باسكو انا عندي كيفاش كي عندي بي سي نقدر نصور بالت اف ا، مانيش با ندير ديك العفسه تاع بارطاج ومنها والاخر، قادر نديرها بصح مي مانيش با نديرها شبيبه. هكذا صاي صور، صاي دركا تصورنا، نخرجوا من مود فوتو ونشوفوا بالله الحيه كيفاش راها، الدعوه كيفاش راها، او الدعوه راها مضببه هنايا، ربي تكون خارجه ما يكونوش مشاكل. مليح مليح الحمد لله، مي خرجه راكبه مليحه، هاولي خرجه منا دخلنا، اصبر كي نزل راس تاع الطريق هادي، يضرة الشبيبة يضرة الجرافيك يابا، إي كنت الريح هنايا، إي راه تكون كنت فينا الريح، راها جاية الريح، جو جو خرافي شبيبة، جو خرافي، كيما راكم تشوفوا، كيما راكم تشوفوا الشبيبة، جو قوة، يضرة يضرة، كليو فراشة هادي، قوة ولا لا؟ عبالكم كاين بزاف اللي ما توقع ما حطش في بالو بلي كاينه كليو فراشة في الاخر في فورزا فاي، كاين بزاف ناس ما على بالهمش بلي كاين كليو فراشة في فورزا فاي، كاين بزاف بزاف ترو ضافة اكوش اكوش خير باسكو كنا اذر وات كثير كثير دركا الناس كامل راها تتصور باسكو الناس كاع راها عندها المود فوتو هذاك شبيبه، كاش اللي مراش يتصور اللي تفوت حداه ولا اللي مريح ليه الكاميرا هاكدا تخرج كاميرا ويتصور. خرجت قوة زادو شوفو شبيبة، هادي إضافة قوية داروها هادي تاع مود فوتو والله عجبتني، و الإضافة اللي راني نتمناها يزيدوها، إضافة زعما راني نتمناها يزيدوها هي أنهم تدرقوا سلكيه، فهمتوا الشبيبة تاع تبدا تهضر في وسط الجيم زعما تكليكي على كانش عفسة ولا وتولي تهضر معاه كانش واحد جي فايت حداه كيما هكذا ولا تكليكي على كانش بوطون هكذا كانش زر من الأزرار وتولي تهضر مع الشخص هذا، فهمتوا الشبيبة هذيك الإضافة اللي نتمناهم يزيدوها. هكذا الشبيبة لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو، نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله، كنت ندير لكم بها كورس ننسيها لكم في روتور نديها أقوى تعديل نسيها لكم في لوطور، فهمتوا الشبيبة؟ هكذا الشبيبة نلتقي في فيديو قادم، السلام عليكم.